اختها تاخذ حقها في بزاف ديال الحوايج. كنشوفوا العيالات المطلقين ما واخدينش حقهم بزاف ديال الحوايج، ملي تعاودوا ديروا تعديرات باش كل واحد ياخذ الحق ديالها. كتشوفي مراه مطلقه ما كيعطاش الراجل ديالها النفقه وبزاف ديال الحوايج، ومزيان يديروا التعديلات باش كل واحد يعرف حقه شنو عليه وشنو شنو ليه. تولي بحال المراه بحال الراجل بزاف ديال الحوايج زعما. هي راه ماشي بحال المراه بحال الراجل، ولكن كنشوفوا شي بعض العيالات الصراحه ضايعين في حقهم، كيكونوا بحال هكا مطلقين ولا تقد المراه بولادها كتجرجر كتبقى في الزنقه ولا من هنا من هنا. هادشي اللي داروا دابا الصراحه زوين وانا معاهم، حيت كاينين بزاف العيالات ضايعين وبزاف العيالات ضايعين بولادهم، وكيطر حتى المجتمع ما كيرحمهمش. فهمتي ملي كيشوفهم في الزنقه بحال هكاك ولا بلادهم، كاين اللي كيقول لها هي ولادو طلاق، فهمتي شحال من حاجه بحال هكا. دونك انا معاهم بصراحه، انا مع هاد التعديلات، لانه بالنسبه للمراه المغربيه ملي كتطلق يعني كتكون عندها واحد المسؤوليه كبيره، يعني هي اللي كتكون كتربي ولادها وبزاف د الحوايج، وبالنسبه لدابا يعني عطاوها حقوقها وبزاف د الحوايج. صراحة أنا مع هاد المدونة الجديدة، أنا مع هاد المدونة الأسرة الجديدة اللي داروا، يعني مزيانة تاخذ المرأة الحق ديالها، يعني من ورا من ورا الطلاق يعني ما كتاخذش الحق ديالها، ما كتلقاش اللي يصرف لها على ولادها بزاف الحوايج. مزيانة جديدة عجبتني، حق المرأة ملي كتطلق مثلا ما كتلقاش اللي يصرف لها على ولادها، ما كتلقاش بزاف، وراه المرأة هي المجتمع كامل، يعني خاصها تاخذ الحق ديالها. ماشي مزيانه لان غتشجع على الزنا وعلى قلد الزواج وعلى بزاف ديال المسائل، زعما لا حول ولا قوة الا بالله وصافي. ايوا لان الرجال ما يبقاوش يتزوجوا قوت هاد بزاف متطلبات العيالات بزاف سي بوكو.